اي حاجة، مبروك لكل الشعب المغربي الشقيق، منتخب المغرب اسود الاطلس الى ربع النهائي، ريمونتادا. ايه الجديد؟ منتخب المغرب متعود على الريمونتادا. والله يا جماعة بجد منتخب المغرب منتخب مرعب. خليني اتكلم بصراحة، بجد منتخب مرعب. انا بقول لكل المغاربه مبروك التاهل لربع النهائي. انا فرحان البيت ليدر بلو هذا، بس نعاونوا الفرقه بس ندوزو لا بيرسين فوا لا بوشان تور بوشان تور بوشان تور. بوفال درتي ماتش كبير اليوم عاد. وي الحمد لله. فوالا مالوغوزمون كانت عندي لي زوكازيون باش ماركي وما ماركيتش، ولكن هذيك هي الكره. واحد النهار عاد سافا تسوغيغ، واحد النهار ما غاتماركيش، ولكن الحمد لله البلوز امبورطون هي لا كاليفيكاسيون. خويا اشرف ماركا كوفران واعر واعر. لا لا والحمد لله سي كاليفي. شافوا فلعونا بزاف وتنقول كاملين كاملين الدراري داروا ماتش مزيان، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنوا نمشيو بعيد ونفرحوا على كل شيء الدول المغربيه ان شاء الله. ونقولوا شكرا للمغاربه اللي جاوا هنايا واللي كيكونوا في المغرب. شكرا بزاف كلشي وديما مغرب. واحد السلام على كلشي الدراري وكلشي الناس ديال المكناس.